اسمعوني، الأشخاص اللي لازم تدير بالك منهم وتكون محتاط وما تأمن لهم على أسرارك، وحاول قد ما بتقدر ما يعرفوا عن سلبياتك أو عن أي شيء حصل معك. هم اللي موجودين عندك في البيت، القرايب عليك والأشخاص القريبين عليك، للأسف 60%. وأول ناس لما بسمعوا أي خبر سلبي عنك أنت عملته أو صار معك، هم الأول ناس بنشروك زي فاكس نيوز وعلى كل المواقع، وبروحوا بيحكوا للناس الغريبة عنك وعن سلبياتك. بفكروا لما بيحكوا للناس الغريبة إن الناس هاي مبسوطة عليهم ومحترميتهم، بالعكس هاي الناس لما بتروحوا بتحكوا لها بتبطل تأمن لكم وبتقل احترامكم وبتنزلوا من عينهم وما بيأمنوا لكم.